أهلا وسهلا بكم متابعيني. بكلمات تأسر القلب، الفنانة سلاف فواخرجي تعلن انفصالها عن وائل رمضان ومعلومات لا تعرفونها عنهما. بكلمات مؤثرة وراقية في آن واحد، أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي مساء أمس الثلاثاء انفصالها عن زوجها الفنان وائل رمضان. نشرت فواخرجي عبر حسابها في الانستغرام منشورا طويلا مؤثرا وصفت فيه حالة الانفصال قائلة: قلبي كما يقال ينخلع، ليس بيديك وليس بيدي ولكنه القدر. فيما اعترفت بحبها لزوجها قائلة: لم أكن جديرة بك كما يكفي، أقسم أنني حاولت وأنك كنت أهلا لما هو أبعد من الحب، وكنت طفلة تحبو أمام جبل مهما حاول. كما طلبت السماح من رمضان على أخطائها وتقصيرها كاتبة: سامحني إن كنت أخطأت أو قصرت يوما، وأنا أعلم أن قلبك جبل على الحب والكرم والعطاء. وأضافت ضمن رسالتها المطولة: وائل صديقي أبو حمزة وعلي، شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين. سلاف فواخرجي ووائل رمضان طلب يدها بطريقة صادمة وانفصلا لفترة، شاهد أهم الحقائق عن حياتهما. هي قصة حب مجنونة لا تشبه أي قصة أخرى، جمعت نجمين من الدراما السورية وهما وائل رمضان وسلاف فواخرجي. نالت هذه العلاقة حصة كبيرة من التغطية الإعلامية، فكانت كل خطوة أو أمر يقومان به يسجل لهما أو ضدهما. العديد من الأخبار الكاذبة انتشرت عنهما، إلا أنهما كانا بالمرصاد لنفيها أو وضع حد لانتشارها. سلاف فواخرجي ممثلة سورية من مواليد عام 1977، وهي ابنة الناقد السينمائي محمد فواخرجي والكاتبة الراحلة ابتسام أديب، عمرها 44 عاماً. تخرجت من كلية الآداب قسم الآثار في الجامعة دمشق عام 1998، كما درست الفنون التشكيلية والنحت الضوئي بمعهد أدهم إسماعيل عام 2017. عادت إلى الجامعة مرة أخرى لتعلم اللغة الآرامية السريانية بالمعهد العالي للغات في جامعة دمشق. بدأت مسيرتها الفنية حين كانت في سن الثالثة من كلية الآداب، ورشحها المخرج ريمون بطرس لتؤدي دوراً في فيلم الترحال، وقد حققت نجاحاً كبيراً من خلال هذا الدور الذي جعل المخرج يعرض عليها أن تقدم دوراً في فيلمه نسيم الروح، ومن هنا بدأت مسيرتها التمثيلية. أما وائل رمضان فهو من مواليد السابع من كانون الثاني عام 1972 في الزبداني لعائلة من أصول كردية، عمره 49 عاماً. وهو ممثل سوري، برجه الفلكي هو برج الجدي، عاش يتيم الأب وربته والدته، اعتنت به وبإخوته الثلاثة، وكانت وفاتها أكبر صدمة في حياته. درس في كلية الحقوق ولكنه لم يكن يحب هذا المجال، فتعلم العزف على العود من جده عازف العود. أما سبب تأخره في دخول معهد الفن هو جده الذي كان يرفض دخوله معهد الفن، وبعد وفاته تمكن وائل من تحقيق حلمه والتخصص في المجال الذي يحبه. عمل بالوسط الفني واشتهر بأدواره المتعددة، كما أنه حصل على العديد من الجوائز، ودرس الإخراج أيضاً وشارك بموهبته في العديد من الأعمال. تعرفت سلاف فواخرجي على وائل رمضان في كواليس تصوير مسلسل الجمل، وذلك عام 1999، الذي لم يتمكن بترك فرصة إلا واستغلها للتعبير عن حبه لسلاف التي سحرته بجمالها الخارجي ولفتته بذكائها وقوتها وموهبتها في التمثيل. وكانا في البداية صديقين مقربين، وتحولت الصداقة إلى حب كبير خصوصا من ناحية وائل، وقد اجتمعا على حب بعضهما البعض وعلى حب المجال الذي يبدعان فيه وهو التمثيل. ومن شدة حبه لها قام بتحطيم آلة البزق التي قام بالعزف عليها في عيد ميلادها، ولم يعزف عليها بعد ذلك أحد غيره، كما أنه صرح عنها قائلا: إنها امرأة ناجحة وأنه يفتخر ويعتز بها ولا يغار من نجاحها أبدا، بل هو يرى أن اسمها من اسمه وأنه ينجح كلما تنجح. كانت طريق الطلب وائل رمضان ليد سلاف فواخرجي مميزة للغاية، وما فعله كان صادما ويتطلب الشجاعة، إذ وقف أمام باب منزل أهل سلاف وطلب يدها، حتى أنه هدد والد سلاف
بأنه في حال لم يقبل طلبه سيصرخ ويجمع الجيران عليهم. بدوره والد سلاف وافق، ومنذ ذلك الحين أصبح وائل فرداً من عائلة سلاف ويعتبر حماته بمثابة والدته. تزوج عام 1999، وكانت وقتها سلاف وخرجي صغيرة في السن، وتحديداً في السنة الرابعة من دراستها الجامعية، وأنجبت ولدين من وائل هما حمزة وعلي. انفصل وائل رمضان وسلاف وخرجي في عام 2004، وانتشرت وقتها أقاويل تشير إلى أن سبب اتخاذهما هذا القرار هي ممثلة سورية كاريس بشار التي دخلت على الخط. تحدثت سلاف وخرجي في إحدى المقابلات حول هذا الموضوع وقالت: لا أتمنى حصول ذلك مطلقاً، حتى أنني أشعر أن فترة الانفصال بيننا كانت ضرورية لأنها جعلتنا ندرك كم أن الواحد منا بحاجة للآخر، وعلاقتنا الآن أكثر نضجاً وعمقاً من الفترة السابقة التي شهدت بداية قصة حبنا فزواجنا. أما عودتهما إلى بعض كانت بطريقة عفوية جداً إذ اجتمعا في مسرحية ليش والحكي. اكتشفا أنهما لا يستطيعان البقاء من دون بعضهما، مع الإشارة إلى أن سلاف غضت النظر عن ارتباطه بغيرها خلال فترة انفصاله. في عام 2020، وبعد مرور سنوات على ما عاشته سلاف وخرجي، لا تزال لا تستطيع مسامحة زميلتها كاريس بشار، وقد كشفت ذلك في إحدى المقابلات الإذاعية وقالت: لن أسامح كاريس لأن خلافي معها إنساني وليس تنافسياً أو شخصياً، وقد عادت علاقتي بزوجي جيدة ولا تعليق لي على أعمالها، في إشارة منها على أن كاريس هي سبب انفصالها عن زوجها وائل رمضان منذ سنوات. قبلة سلاف وخرجي ومهيار خضور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي. قبل انطلاق مسلسل شارع شيكاغو انتشر بوستر العمل وظهر فيه البطلين سلاف وخرجي ومهيار خضور وهما على وشك تقبيل بعضهما، مما أثار الجدل واشتعل مواقع التواصل الاجتماعي إذ اعتبر المعلقين أن هذه الصورة جريئة جدا وتساءلوا عن موقف زوج سلاف وهو وائل رمضان الذي كان متقبلا للفكرة وقال أنه هو من التقط الصورة بنفسه. شكرا لكم أصدقائي على المشاهدة، نلقاكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.